ايضا من ابرز الانتقالات اللي حدثت خلال الفتره اللي فاتت، يعني لاعب النادي الاهلي وكان منتقل في نادي سبارتا براغ تشيكي، كابتن احمد عبد القادر. احمد عبد القادر هو مش غريب عن النادي الاهلي، هو ابن من ابناء النادي الاهلي، خاض فتره احتراف مهمه اكتسب فيها خبرات كبيره في نادي سبارتا براغ التشيكي، وعاد مره اخرى للنادي الاهلي، مكسب كبير واضافه كبيره للنادي الاهلي، ونتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. بالمناسبه احمد عبد القادر لعب في صفوف منتخب الشباب، مواليد 99، لاعب بيلعب في وسط الملعب المهاجم رقم 10 او على الاطراف، لاعب بيمتاز بالسرعه، بيمتاز بالقوه، بيمتاز بالمهاره، عنده رؤيه. احمد عبد القادر زي ما اقول لحضراتكم مكسب كبير، كابتن طبعا امير توفيق انهى التعاقد خلال الفتره السابقه، خلال الايام السابقه، زي ما بقول لحضراتكم مكسب كبير للنادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله هتشوفوه خلال الفتره اللي جايه في تدريبات النادي الاهلي. وانا شخصيا وانا متولي منتخب مصر للشباب، كان وقتها مع كابتن حماده صدي، كان موجود معانا في منتخب مصر، خامه مبشره، خامه جيده، وقبل الفنيات زي ما بقول لحضراتكم كمان سلوكيا حاجه رائعه، بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره الجايه. زي ما احنا شايفين وبنستعرض مع حضراتكم دلوقتي، دي يعني ابرز اللقطات للاعبنا الجديد، او مش هنقول الجديد بقى، لاعب النادي الاهلي يعني السابق ودلوقتي يعني رجع بيته مره اخرى، احمد عبد القادر. زي ما احنا شايفين اللقطات بتاعته واهدافه كمان حاجه بتنم ان فعلا عندنا موهبه كبيره داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي.